بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا، وشكرا لحضوركم في فعالية ديوانية الإلكترونية. وهذه هي الفعالية الأولى والأمسية الأولى اللي احنا نتشرف فيها في الجامعة باستضافة الإعلامي والزميل عبد الله المديفر، اللي استجاب مشكورا لما عرف عن الموضوع اللي راح نتحدث عنه وعن فكرة الديوانية. فباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الأستاذ عبد الله المديفر، وأشكركم أنتم مجددا على حضوركم في هذه الفعالية المهمة، وأنتم جزء كبير ومهم بالطبع في الجامعة السعودية الإلكترونية. أهلا وسهلا فيك والله يحييك. طبعا مثل ما تشوف احنا نظام الجلسة نظام أريحي، راح تاخذ راحتك في الحديث وراح تبحر، وأكيد احنا حابين نسمع منكم على فكرة، منا في فصل دراسي يعني، فودنا أنكم حتى ترفعون يديكم إذا عندكم حاجة تستفسرون عنها أو تتداخلون، راح ناخذ وقت مخصص لنسمع منكم. حياك الله. احنا نقول أستاذ عبد الله عن موضوع الأمن الفكري. احنا لما تواصلت معك وحددنا الموضوع انت وافقت فورا، وكذلك التقطت فكرة في داخل الإطار العام للأمن الفكري. ما الداعي لاستجابتك لهذا الموضوع؟ ما الذي تراه في هذا الموضوع وتشارك الجامعة فيه كذلك حاجزها؟ الله بالخير وحياكم الله جميعا، شكرا للاستضافة الكريمة، وسعيد بتواجدي في الجامعة الإلكترونية، وأتمنى أنه يعني أكون ضيف خفيف الظل عليكم وليس ثقيل. أول ما قال لي الأستاذ عبد المحسن عن موضوع الأمن الفكري، أنا على طول قلت أوكي مباشرة، يعني يمكن ما أخذنا ثواني في الاتفاق، وذلك لأنه هناك هاجس داخلي. سؤال دائما أسأل نفسي، هل يوجد داخل عبد الله وداخلنا متطرف صغير ولا لا؟ هذا كان سؤال قديم عندي، هل في داخلي متطرف ولا ما في داخلي متطرف؟ وهذا وأنا بدوري أوجه سؤال لكم، هل يوجد في داخلك متطرف صغير أو ما يوجد؟ ولما يعني قرأت كثيرا أشياء داخلية وأشياء خارجية، تجارب في السعودية وتجارب عربية وتجارب إسلامية وتجارب عالمية، صار السؤال محير أكثر وصعب أكثر ومخيف. كل ما اقتربت من الإجابة وجدت أن الجواب مخيف. بقول لكم قصة على طاري ما دامنا احنا في الجامعة. في جامعة ستانفورد عام 71، يعني تقريبا قرابة يعني فوق 45 سنة، سوى في واحد دكتور عالم نفسي شهير هناك اسمه فيليب زيمباردو، سوى تجربة، وهذه التجربة حتى تحولت إلى فيلم. اللي يحب منكم الأفلام ممكن يبحث عن الفيلم السينمائي هذا ويشوف التجربة فيه. شاب أعلن إعلان قال إحنا محتاجين إلى متطوعين اللي بيسوي سجن افتراضي في الشرطة، ونحتاج إحنا 12 و 24 واحد يمثلوا هذا، وفيه في اليوم 15 دولار. طبعا 15 دولار في اليوم عام 71 يعتبر رقم عالي، واللي بيجي يتطوع وياخذ هالمكافأة الله يحفظه. فتقدم عدد كبير، اختاروا 75، وبعدين بدأوا يبحثوا في 75 هذولي أيهم الأركاد، واختاروا 24 شخص وذهبوا للشرطة قالوا إحنا نبي نستأجر منكم القاعات أو يعني غرف زنزانات في السجن. الشرطة ما كانت مرنة عيد، فقالوا خلاص نبي نسوي قبو تحت في نفس الجامعة ونسوي على شكل سجن ونسوي هذا البحث العلمي. هو بيسوي بتجربة حتى يطلع فيها ببحث علمي، وجاب ال 24 هذولي وقسمهم عشوائيا، خلى 12 منهم سجين و12 منهم سجان، وقال لهم يعني انتم حاولوا تضبطون السجن وتضبطون المساجين بس لا تسوون عنف زياده، وركب كاميرات وبدا يراقب الوضع. وكانت التجربه مدتها كم؟ اسبوعين. اول يعني الساعات مرت بشكل طبيعي، لكن بعد 36 ساعة بدأت القصة التي لم تخطر على بال أحد. بدأت يصير في انهيارات عصبية
صاروا السجانين عنيفين بدرجة لا يتخيلونها، وكل يوم يمر يزداد عنف السجان ويبدأ يذل هذا السجين أشياء ما طلبت منه، ويتعامل معه بعنف وينقله للزنزانة الانفرادية، ويخليه الله يكرمكم ينظف المراحيض بيده ودورات المئة وأشياء كثيرة من العنف الجسدي واللفظي وأشياء كثيرة بعضها ما أقدر أقولها، لكن بشكل عام أصبحوا عنيفين عنف غير عادي. التجربة المفروض تستمر كم قلنا؟ أسبوعين. في اليوم السادس اضطروا لإيقاف هذه التجربة لأنهم خافوا أن يكون هناك ضحايا أو يكون تصل الأمور إلى أمر لا يحمد عقباه. 6 أيام بس. السؤال، هذا ولا السجانين قبل يدخلون هل كانوا يعرفون داخلهم أنهم عنيفين إلى هذا الحد؟ لا. طيب من وين جاء العنف؟ التطرف له سمات وعلامات أتكلم عليها بعد شوي عشان تحاسب نفسك تشوف أنت متطرف ولا لا. لأن المتطرف إذا أعطيته السلطة بلا رقابة يتحول إلى شخص عنيف، وهذا هي التجربة التي وصلت لها ستانفورد. حتى هو هذا نفسه فيليب زيمبارد وهذا عنده كتاب اسمه تأثير إبليس، يعني قصة كتاب يعلمك وشلون تنتقل من الشر من الخير إلى الشر دون أن تشعر. يعني أنت كل واحد منكم يعني وجيه مباركة، ويعني الأصل فيكم أنكم ناس خيرين. هذا الكتاب لو تقرأ يوضح لك أنت كيف تنتقل إلى الشر من دون ما تشعر. يعني الخيط اللي بين الخير والشر احنا نعتقد أنه خيط جدار كبير وخيط رفيع ويمكن عبوره ومتحرك. فهذا الخوف خلاني أسأل نفسي أكثر، هل في داخلنا متطرف صغير أم لا؟ ولذلك أنا أقول التطرف ليس فكر. كثيرون يقولون التطرف فكر، تسمع الحين يقولون الفكر الضال والفكر الضال، صح؟ لما يتحدثوا عن داعش أو عن الإرهاب يقولوا إيش؟ أو القاعدة أو المنظمات الإرهابية هذه شو يقولون؟ الفئة الضالة، الفكر الضال. أنا لست مع أنه هذا فكر. التطرف ليس فكر من وجهة نظري. أجل وشو؟ أنتوا إيش رأيكم؟ سلوك؟ لا ليس سلوك. مشاعر؟ لا. سلطة؟ لا. التطرف ليس فكر بل هو طريقة تفكير. يعني ولذلك نجد أنه التطرف موجود عند كل الأمم، مو بس الفكر الإسلامي، لا، تلقى عند في نازية وفي عنصرية، تلقى في تطرف يهودي وتطرف مسيحي وتطرف هندوسي وتطرف. إذن هو فكر؟ لا، طريقة تفكير. الذين يفكرون بنفس الطريقة من كافة الطوائف هذول متطرفين، والتطرف يقود إلى العنف والإرهاب. وبالتالي أنت لازم تحاسب نفسك، ترجع إلى نفسك. دائما نقرأ حنا عن التطرف والإرهاب يصير قدامنا المنظمات الإرهابية والقتل والتفجير والتدمير. لا لا، اسأل نفسك أنت، هل أنت داخلك تحس أنه فيه تطرف؟ طيب كيف أشعر؟ كيف أعرف أنا فيني تطرف ولا لا؟ في علامات، في شوية علامات أنت حطها في بالك وقعد ادرسها. المتطرف من الصفات الداخلية فيه اللي عنده قابلية للتطرف، يعني إذا الصفات هذه فيك ترى عندك قابلية للتطرف، انتبه، عالج نفسك من الداخل. وش الصفات هذه؟ أولا حب الإقصاء. شلون الإقصاء؟ لما يجي هو في مكان، في وظيفة، مدير ولا مسؤول ولا، يحاول يقرب من عنده الناس اللي يشبهونه ويبعد عنه الناس اللي يختلفون عنه. فمثلا في القبيلة يحاول يقرب أبناء قبيلته ويبعد الآخرين، هذا تطرف. يحاول يقرب
الذين يشبهونه فكريا، المدرسة التي ينتمي لها فكريا ويبعد الآخرين. إذا أنت عندك هذا الشيء ترى هذه علامة على أن عندك قابلية للتطرف، محاولة إقصاء الناس واستبعادهم هذا يدل على أن عندك قابلية للتطرف. راجع نفسك، هل أنت من النوع المنفتح على الجميع تهمك الكفاءة لما توصل إلى أم لا؟ هذا وشه؟ هذا يصلح لي، هذا يشبهني، تقرب لي يشبهني وأبعد اللي يختلف عني أنت. فأنت راجع نفسك في هذا. أيضا موضوع التصنيف، في ناس مبرمجين على أنه أول ما يشوف واحد يحاول يصنفه. كيف يحاول يصنفه؟ عنده مجموعة صناديق، هذا مطوع، هذا سربوت، هذا ليبرالي، هذا سلفي، هذا إخواني، هذا جامي، هذا عنده يعني قوالب موجودة جاهزة. فهو يحاول يقيمك، يعطيك 5 دقائق، 10 دقائق، نص ساعة، أو يشوف شكلك، يشوف طول لحيتك، قصر ثوبك، حالق شنبك ولا ما حلقته، كيف تتكلم، وش تكتب، يعني بس على طول هو يبي أول 5 تغريدات في تويتر علشان على طول يحطك في صندوق معين. إيه هذا كذا على طول. واختزال الشخص في صندوق واحد لأنه أسهل شيء، ما يبغى يفكر، هو يبغى بس هذا وشو، وشو أقرب شيء له، وش الأفكار اللي حوله، ما قدر يصنفه، يقول طيب من هو يعرف، من هو الناس اللي يروح معهم، من هو أخوياه، أوكي هذول هم أخويا، خلاص هذا تبعهم في صنف. والأمر ترى يتعدى مرحلة أن التصنيف، ليش التصنيف هو دلالة ضمنية على أنه أنت عندك قابلية للتطرف؟ لأنك أنت تسوي شيء اسمه نحن وهم. لما تصنف أنت تحط روحك حنا وهم، هذه فيها عزلة، أنت تسوي عزلة، وهذه هي بداية وبذرة من بذور قابلية التطرف. فأنت انتبه، إذا عندك هذا الشيء، عندك محاولة الإغلال في التصنيف والاهتمام في التصنيف واختصار الناس في مربعات وصناديق، هذه تدل على أنه أنت تحتاج إلى مراجعة. الآن البذرة هذه اللي في داخل الشخص، هل يمكن دغدغتها بسهولة؟ كيف؟ هل يمكن إيش؟ دغدغتها بسهولة؟ طبعاً. يعني ممكن تكون بذرة نائمة، يعني مو بلازم إنه تكون حية ويقظة، يعني الإنسان ممكن ما يكون يقظ طول الوقت في هذا الأمر، يعني هو يعني هذا هو سهل للاستدراج. طبعاً الآن كيف يصل إلى الاستدراج، هذه تونا ما وصلنا، لكنه الآن هذه الأشياء أنت لازم تراجعها، لأن هذه قد تكون صغيرة مرة، فيمكن أنت لما تركز عليها تستطيع أنك تقضي عليها، لكن لما تهملها وتتركها تكبر من حيث لا تشعر. شوفوا اللي نرجع للسجن قبل شوي، متى صاروا متطرفين مرة وعنيفين؟ لما أعطوهم سلطة بلا رقابة. أنا أذكر واحد من الأقارب، رجال كبير، سولف، فجاء طاري التجربة هذه، فقلت له أنا سأل عنها، والوش هذه، فقلت له هذه كذا كذا كذا، قاعد يضحك، قال تصدق يوم يزور الملك سعود، ما أدري الملك سعود أو الملك فيصل، ضرر الملك سعود، قال الملك سعود ديرة من الديار كان فيها هو. يقول فكان عمي مدير المعهد العلمي في ذيك الديرة، مسوين زي الحفلة أو والناس جامعينهم في مكان وفيه يعني إرزاق خضار وأكل. فيقول عمي قال لي، هو شاب كان، الصندوق الخضرة ذا لحد يأكل منه، انتبه لا يجون هذول الناس يأكلون منه، خلوا هذول الضيوف أو شيء زي كذا. يقول فأنا لما حسيت أنه أنا المسؤول، أي واحد يقرب بديت أخذ الصندوق ذا حق في صناديق، نوع اللي يحطون الخضار والفواكه في صناديق، يقول بديت أكسر العصيان دولي وبديت أضرب الناس ضرب. أعطي السلطة فجاء العنف، لاحظ؟ فهو يضحك على نفسه يقول تصدق أنا مثلهم، أني شوف ناظر. يقول هذه القصة يقول لها ما أدري 40-50 سنة، يعني قبل قصة السجن، اكتشف الآن أنه هذا، أنه هو لما يعطى سلطة أنه قد يتحول إلى شخص عنيف. فانتبه، هذه الأشياء قد تكون موجودة داخلك نبتة صغيرة، بذرة زي ما قال أخوي عبد المحسن، ما تدري. فانتبه، يجب أن تقضي على هذه الأشياء الضارة من داخلك من البداية. أيضا من الأشياء قضية الاستعداء، بعض الناس عنده هوس أنه يعادي خلق الله، أنه يأخذ موقف حاد من كل أحد. إذا كان عندك هذا النفس الاستعداء أنت عندك قابلية للتطرف.
في شيء أشد اللي هو التأليب. وش التأليب؟ محاولة حشد الناس ضد شخص، تحريض. إيه ولاحظ ترى إحنا ما نتكلم، ترى أنتم بعضكم راح اتجاه سياسة ولا فكر ولا لا لا، ترى شيء أسهل. كورة، خلينا في الكورة. أنت مثلا تشجع الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي، يعني واحد من الفرق الكبار هذه، يعني قلنا الاتحادي بيصير ضده الأهلي صح، وإذا قلنا النصر بيصير ضده الهلال. إذا أنت مثلا تشجع فريق وبعدين صار في خطأ على لاعب من الفريق الثاني أو إداري أو أي شخص، وبعدين بدأت تحشد الناس على إيقاع العقوبة القصوى على هذا وجمع عليه الأخطاء وما أدري مين، ترى هذه علامة من علامات التطرف وأنت ما تدري. ليش؟ لأنه هدفك إيقاع الضرر على الخصم، مش هدفك اللذة بالتصحيح. إذا أنت مثلا شفت مثلا شيء خطأ تريد أن تصححه لأنه خطأ، أنت إنسان معتدل، لكن لم لأنه هذا هو اللي مالك خلقه، اللي هو ضدك، اللي هو خصمك، وتريد إيقاع الضرر به، هذه علامة من علامات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يحب الشماتة؟ لا، ما يشمت. إذا أنت تحب الشماتة بخصومك وتفرح إذا طاحوا ولا ضرروا، أنت معناته في عندك مشكلة. فموضوع التأليب هذه علي علامة من علامات أنه فيه عندك بذرة من بذر أو قابلية للتطرف. وفي شيء يسمى التشكيك في النوايا. التشكيك في النوايا أنه أنا ما أعامل تصرفك أو فعلك، أعامل إيش؟ نيتك، حاكم نيتك، ولا حاكم نيتك بالشيء بالحسن بالظن الحسن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أروح الأسوأ شيء محتمل. يعني أنا أقول شكله أنت أصلاً ما قلت الكلام هذا إلا تبي تقصر وتبي تورين علشان، وتبدأ التحليل هذه حتى توصل إلى أسوأ احتمال ممكن. فإذا كان هذا الشيء انتبه واحذر على نفسك من أنه أنت شخصية قابلة للتطرف. أسأل سؤال شاطح شوي عادي، من فيكم فحط قبل؟ اوكي خليني اقدر اخذ واعطي معك. طيب ليش كنت تفحط؟ ها؟ طيب لما كنت تمارس، هو يقول فراغ ومراهقه، لما كنت تفحط هل كنت تفحط قدام احد ولا لحالك؟ ها ارفع الصوت بس. قدام احد. ليش طيب ما تفحط لحالك اذا انت بتستمتع فراغ؟ دور الشغرة. أيوة لاحظ، اللي فحط ترى ما يبغى يموت، هو مو هدفه من التفحيط يموت. أنا أذكر في مفحط مشهور توفي رحمة الله عليه، حتى كان يسمى كينج يعني، من أيوة هذاكم عرفته. هذا الرجل دخل السجن رحمة الله عليه 6 سنوات في عقوبة، وفي داخل السجن تاب توبة نصوحا لله وقرر، نعم وقرر أن يترك التفحيط نهائيا. فعلا خرج من السجن وجلس أسابيع ما راح إلى هذا المسار المخيف، لكن بعد فترة وليست بالطويلة رجع إلى هذا المسار، وتوفي رحمة الله عليه في حادث مروري خلف ذلك المقود الأسود. سؤال، ليش رجع يفحط؟ تحريض؟ لا مو تحريض، البيئة، الصحبة. أيوة هو عنده، طبعا احنا قلنا اللي فحط ما يبغى مو يفحط علشان يحب يموت، لا، هو كان يعني لما طلع وتاب جلس في البيت في الحارة، يبي أحد، يبي يحس بالقيمة، يبي يحس بالأهمية، يبي يحس بالمعنى، ما حد عطوج. فعلشان يبحث عن القيمة والمعنى والتقدير والاحترام ما لقاه في الوسط الموجود عنده، فراح يبحث مرة أخرى إلى الوسط الذي كان يعطيه الاحترام
والتقدير والتصفيق والشهرة والمدح والثناء. فالقضية ما هي قضية محاولة موت، هو محاولة إثبات ذات. وهذا ما تفعله الجماعات المتطرفة. الجماعات المتطرفة شو تسوي؟ إذا شافت عندك الخمسة الأشياء اللي قلناها قبل شوي تقولي هذا يصلح لنا، فتروح وتحاول تعطيك قيمة، تعطيك قيمة وتعطيك مكانة علشان تنتمي لها. ولذلك أخطر شيء هو الشعور بالتهميش. وأنا يعني أتكلم هنا وأقصد أن أعدل جلستي حتى يأخذ هذا الكلام معنى أكبر. موضوع التهميش، لما تحس أنت بالتهميش يتولد عندك شيء يسمى روح الغضب. ولما يكبر موضوع روح الغضب تصير أنت تبحث عن فرص الانتقام. إذا جاء في مجتمعك مثلا وصارت لك مشكلة، مثلا أنت حاولت تقدم على وظيفة، تقدم على عمل تجاري، المهم أنت تحاول أن تجد فرصة وما وجدت هذه الفرصة، المجتمع ما قدرك في هذا الاتجاه، حسيت أنك بالتهميش، أنك أنت مثلا همشت في هذا الشيء. احذر أن تذهب إلى نفسية المحبط، لأن المحبط هذا يروح إلى الغضب، والغضب ده بيروح إلى الانتقام. خطأ. مهما حاولت، مهما همشوك في جانب، يعني أنت طقيت باب وهمشوك، طقه مرة ثانية، ثالثة، رابعة، ما فتح رح تبحث عن باب آخر، ما فتح رح تبحث عن ثالث. لأنه الرجل الناجح، الرجل القوي، حتى لو جاءوا كفين وطاح ما يجلس يصيح ويشتم، لا، يقوم مرة ثانية ويحاول يبحث مرة ثانية. لا تستسلم للمشاكل ولا للإحباطات ولا للتهميش، لأنك إذا استسلمت سوف تكون بذرة خطرة على المجتمع. ولذلك المجتمع يحاول أن يذهب إلى أسوأ، يعني إلى هؤلاء اللي يحطون مشعورين بالظلم أو مشعورين بالتهميش، ويحاولون أنهم يعني يجيشونك ضد مجتمعك. وهذه تصير، تصير حتى 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 لنا. يعني أنا أذكر مثلا جهات معادية للمملكة، جهات معادية للمملكة في مشاكل مثلا إعلامية صارت معي، في لحظات معينة يجون يحاولون أنهم يحتوونك، يستوعبونك، يعطونك فلوس علشان تصير ضد المملكة. أنا لو أنا أستسلم للتهميش والغضب كان استجبت لهذه الأشياء، ولكن لأني مواطن واعي، لا، لا يمكن لحظات التهميش أو الغضب أن أفتح فرصة لأعداء البلد أن يدخلوا إلى البلد من خلالي. انتبه. فأنت اليوم اللي ما لقى وظيفة، ولا اللي ما تعب، ولا المشروع ما نجح، ولا كذا، احذر أن تستسلم لهذا الشعور. الرجل القوي إذا صك في وجهه باب يروح الباب ثاني، إذا أعطيه كف ينفض وجهه ويقوم مرة ثانية. طيب. هذا لازم يصير. احنا في مداخلة هنا، لكن موضوع التهميش أنت ذكرتني كذلك بقضايا الابتعاث. لأنه أحياناً تعرف انقطاع المكافآت أو بعض مشاكل المبتعثين، حتى كان الملحقيات كثير يعني يوجهون الطلاب أنه انتبهوا من الجماعات التي تحاول الاصطياد الطلاب من خلال بعض المشاكل اللي تكون موجودة، يعني تحصل من انقطاع بعثة أو انقطاع مكافأة أو ما إلى آخره، فيشعر الطالب أنه مهمش أو المبتعث أنه مهمش. فبالتأكيد أنه في دول الغرب من خلال المجتمع المدني ومنظمات اللي موجودة أحياناً الملحقيات التقطت هذه الأشياء اللي ممكن تستهدف بعض الطلاب. عندنا مداخلة هنا، الأخ طلب فضل. الميكروفون، بس تعرفني باسمك قبل. بدر العنزي. تمام. أن ذكرت أن الدكتاتورية أو التطرف مش لازم يكون إسلامي أو ليبرالي. تمام. بناء على النقطة هذه نقدر نقول فيه تطرف في المنشآت الحكومية. تمام. من ناحية المشرفين، من ناحية المدراء. تام. ليه؟ لأن غالبا ما يكون القياديين في المنشآت هذه يصنعوا أحزاب يتماشون مع نفس الفكر. تمام. وبيصنعوا كمان ديكتاتورية. شلالية تقصد؟ شلالية ودكتاتورية مع بعض الاثنين. تام.
هذه ممكن تصنع تطرف. اي صحيح كلامك 100% صحيح. التطرف انا قلت لك هي ثلاث زوايا. اول شيء بذره وين؟ داخلك. بعدين ظروف مناسبه، بعدين سلطه بلا رقابه. اذا صارت الثلاث دي يجي عنف لا تتخيل. ولذلك احنا المفروض قبل ما نتكلم عن السلطه بلا رقابه او نتكلم عن الظروف التي ينتشر فيها الفساد او الشلاليه او الدكتاتوريه او اللي ذكرته، لازم نتوجه اولا الى وين؟ الى الداخل. لانه انت اذا كنت رجل كويس سوف تكون بطل في مكافحه هذه الاشياء، لانك انت عارف عندك وعي. ليش احنا نحتاج احنا الان هذا مشروع الامن الفكري في المملكه هو محاوله لتنميه الوعي ضد هذه الممارسات. لا تفكر بعيد، انت الان على طول رحت للجهات صح؟ انا قلت لك هي ثلاث، بيئه والسلطه اللي هو السيستم او النظام، والاول وشو؟ الداخل. احنا اترك اللي برا، اذا صرت انت كويس ما راح تكون ايجابي في البيئه وراح تكون ايجابي في النظام الذي انت تتبعه في ايا كان، سواء كان جامعه ولا منشاه حكوميه ولا منشاه خاصه ولا منشاه عائليه ايا كان. انا بضيف كمان نقطه للنقاط اللي ذكرت اللي هو الدعم. ليش الدعم؟ متى ما واجهت دعم تام، سواء من البيئه المحيطه او الجهات الخارجيه مثل ما حصل معك تام، هذا من الامور اللي تساعد على التطرف. لا وي لا شوف، التطرف انا قلت لك هو موجود اساسا داخل، قد تيجي رياح وتحركه. صحيح، قد يجي مطر ويكبر البذره. ولذلك اول شيء نتجه الى الداخل ونحاول ان نعالج بذرات التطرف او القابليه الى التطرف وان نتجه الى الاعتدال. وعلى فكره ترى اللي يقولون موضوع التهميش او موضوع المشاكل، يا اخي النجاح والله اني صادق، النجاح ما له طعم بلا يعني صعوبات. اذا صار نجاح سهل ترى ما له قيمه، ما له لذه. لكن لما يصير نجاح صعب يكون نجاح جيد. طبعا ذكرت في البدايه انه في مجموعه سمات في مجموعة سمات ممتاز تتسم فيها اللي هو الشخص اللي له عنده بذرة أو قابلية للتطرف. أنا بالبداية بيعرف شلون بنيت السمات هذه بالشخص، رغم أن أنا أتوقع لما يكون في رغم أني أنا أتوقع ممتاز السمات اللي ذكرتها هذه ممكن تكون حاجات مؤقتة فقط لا غير، مثل الفوارة وتطفو على طول سريعة، فتكون مؤقتة يعني ما تكون مستمرة. لكن اللي أنا متأكد منه ممتاز أنه تأثير البيئة أو المجتمع دائما هي مكون أساسي أيضا، أوكي، اللي هو إنتاج شخص في مجتمع سواء متطرف أو صحي في نفس الوقت. أنا ما بي أستشهد في دول أجنبية ممتاز، لأنه إحنا دولة إسلامية وتربينا من الأساس بالفطرة الطيبة ولله الحمد، فدائما يكون المانع للشخص اللي هو الإسلام. فاللي أنا بتكلم عنه إيش سبب إنه البذرات هذه تكون في مجتمع أصلا من بدايته طيب فبعده ينتقل للشر، زي ما ذكرت لي إنه فيه اللي هو التجارب اللي ذكرتها اللي استشهدت فيها، رغم إنه السمات هذه ما تنطبق، يفترض أنها ما تنطبق على ناس بذرتهم طيبة على طول. نعم حسن، الحين لو يشوفون أنتم مثلا داعش، أول ما جاء التطرف والإرهاب والتفجير شيء جديد ما استوعبناه، إيش كانوا يقولون؟ يقولون هذول الناس مخدرات وتاب وبيروح يعني أقرب طريق للجنة يفجر نفسه. بعدين قالوا لا، البطالة هو المشكلة في التطرف، وكلهم قاعدوا يتكلمون على هذه الظروف اللي أنت تتكلم فيها أنها الظروف. لكن لما دققنا وجدنا مثلا أنه الذين يذهبون إلى القتال في مواطن الصراع ويحملون يعني أجندة أو روح متطرفة وإرهابية ويذبحون الناس بالسكين مثل نحر كالخراف، هذول الناس لقينا منهم ناس ما تعلمت، ولقينا منهم أطباء، لقينا منهم عاطلين عن العمل، ولقينا منهم تجار، لقينا منهم رجال، ولقينا منهم نساء، لقينا ناس منهم من السعودية، ولقينا ناس من تونس، لقينا ناس من أوروبا، عرب وغير عرب. إذن هل هذه الظروف بكل الدول متشابهة؟
طبعا لا 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 لا، بس اجتمع معهم قابليتهم للتطرف. القابلية للتطرف موجودة، هي سمات شخصية عند كثير من الناس، أو مو كثير، عند بعض الناس أو قلة من الناس. هذه البذور وهذه السمات إذا كبرت ولم يعتل الإنسان فيها وصار قابل للتطرف، ثم أتى موضوع تهميش وإحساس بعدم القيمة، ثم تحول إلى روح غضب، ثم تحول إلى رغبة في الانتقام، أي فكر متطرف يركب عليه تكفير ولا ما تكفير ما أدش بعد ويركب أي. ولذلك أنا أقول لك التطرف ظاهرة عالمية ليست ظاهرة إسلامية. التطرف وإذا قلت لك في البداية هي طريقة تفكير وليس فكر. ولذلك تلقى إخوان في بيت واحد منهم واحد من أكثر الناس اعتدالا ويحارب التطرف، تجد أخوه اللي في نفس البيت اللي درس في نفس المدرسة وصلى في نفس المسجد وتربى من نفس الأب ومن نفس الأم، تلقاه إيش؟ شخص إرهابي متطرف ولا لا؟ طيب وين البيئة؟ البيئة واحدة. هو الكلام على السمات الشخصية مع إذا صارت موجودة في الأصل تبحث عن ظروف تناسبها ثم تلتحق بسيستم يخدم هذه الأشياء. في مداخلة أخرى؟ نعم. سؤال، هل الإعلام الاسم الكريم الاسم أدمجين المويني، نعم، هل الإعلام له دور كبير في التحرر؟ في التحرير؟ تحرر؟ في التحرير. التطرف طبعا. وما هو دورنا تجاه الإعلام المتطرف؟ أي أخطر عمليات التجنيد تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر. يعني الغريب أنه فرصة تجنيد، وهذه دراسات أخذتها أنا من الجماعة حقين الداخلية، 3 أسابيع يحتاجون للتجنيد. يعني واحد عنده قابلية، عنده السمات اللي تكلمنا فيها، علشان يقنعونه في التجنيد أنه يدخل ضمن جماعتهم الإرهابية، كم يحتاجون من وقت؟ 3 أسابيع فقط. هذا رقم مخيف، رقم مخيف، أنه بينه وبين يروح إلى مناطق الصراع للقتال تحت راية ما ندري وشي 3 أسابيع، وهذا رقم مخيف. فالإعلام عليه دور كبير في توعية الناس. يعني الأمن الفكري هذا لو ما في إعلام قوي ما راح يصير في أمن فكري قوي، ما في، لازم يصير في إعلام قوي. وهم المتطرفون هؤلاء يمارسون أعلى درجات الإخراج. في تذكرون أنتم الإحراق الطيار الأردني وقتل النيل وقتل المجموعات في ليبيا وقتل المجموعات في سوريا وقتل المجموعات الظاهر في العراق. يعني كانت التصوير ودرجة التسويق الإعلامي كانت من وجهة نظري درجة محترفة جدا. وطريقة تعاملهم مع الوسائل التواصل الاجتماعي خاصة، لأنه لاحظ الأعمار في التجنيد تبدأ من 13 سنة، من 13 سنة يبدون يجندون، يعني يغرسون هذا الفكر من 13 سنة. احنا دائما نركز على الفكر 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 الفكر، انا اقول لك في شيء قبل الفكر المفروض نسويه داخلك. هل انت داخلك متطرف صغير يجب ان تقضي عليه؟ انتبه، فكر بنفسك قبل، اترك الاعلام واترك تويتر واترك داعش واترك المتطرفين والارهابيين. انت اسال نفسك داخلك فيه ولا ما فيه، عالجه. تفضل. عندنا مداخله اخرى. طيب أنا الحين مثلاً عندي ولد صغير، كيف أدري إنه متطرف وكيف أقضي على التطرف اللي موجود فيه؟ أحسنت. شو اسم الولد الله يخلي لك؟ والله توني عزوبي، لكن سؤال يسمونك إيش؟ أبو إيش؟ صالح. أبو صالح. صالح الله يخلي لك. إذا جاء تخيل، هل تتخيل يوم من هذا الولد اللي أنت تفكر فيه قبل ما يجي ومسميه قبل ما يجي قبل ما تجي أمه، هل تتخيل إنه يوم للأيام ينحرك يذبحك؟ هذه صارت في الرياض، ما هي قصة خيالية. التوأم اللي في الرياض ساطور وفي رمضان ذبح أمه وحاول يذبح أبوه. هل في واحد منكم يقول، يعني سأل نفسه هل أنا ممكن أذبح أمي؟ طبعا كلنا يقول مستحيل. وحتى الولدين ذول التوأم كانوا يقولون في يوم من الأيام مستحيل. ليش تحول هذا التوأم
إلى قاتل لأمه. كيف تحول؟ أنا أقول لك كيف تحول. طيب قبل لحظة شوي. طيب. هي خطورة الانتماء لفكرة. التوأم هذا يريد أن ينتمي، الانتماء حاجة عنده، يحب ينتمي، يبغى ينتمي لشيء. الحاجة دي بحث عن الانتماء ما لقى شيء يلبي رغبة الانتماء له. هؤلاء الناس حسوا إنه هذا الرجل أو هذا التوأم يريد الانتماء، فغرسوا فيه الانتماء لهذا التنظيم الإرهابي علشان هو يثبت لنفسه أنه مخلص لهذه الفكرة ولهذا الانتماء. عنده استعداد يذبح أمه علشان يثبت لنفسه أنه أنا مخلص لهذا الانتماء حتى ولو كان أبوي وأمي. لاحظت؟ وهنا يأتي مشروع، ما هي المشاريع في البلد التي تلبي حاجة الانتماء عند الشباب؟ اليوم مثلا نشوف مثلا حراك كبير مثلا من هيئة الرياضة. الآن أعتقد هو فرصة كبيرة لكل الذين يملكون مشاريع إيجابية أن يطرحوها على هذا الرجل اللي هو تركي آل الشيخ، أنه يا مستشار في الديوان الملكي، يا رئيس عام الرياضة، تحرك في مشاريع تلبي حاجة الانتماء للشباب السعودي. مو في مشاريع الآن في موجة مشاريع وحراك كبير، فرصة ما دام هذا الرجال عنده قدرة وقوة وسرعة في القرار، يجب أن يكون من المخلصين من أبناء البلد أنه يقدمون له مشاريع تلبي حاجة الانتماء، علشان ما يجينا مثل هذا التوأم ويلجأ إلى فكرة انتماء ضارة ويصير اللي صار. وعلى فكرة خذها قاعدة، الانتماء لفكرة أفضل من الانتماء لشخص. مشكلتنا حنا عرب نشخصن الأمور، أنا أحب فلان، أنا أتبع فلان، أنا فلان هو شيخي، هو لا لا يا أخي، جز أنت تنتمي إلى الفكرة لا تنتمي إلى الشخص أو الكيان. فكرة جزت لك خليك معها، ما عجبتك اتركها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه إبليس نفسه في فكرة ردها الرسول ولا لا؟ لما كانت صحيحة قال للصحابي صدقك وهو كذوب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيد الفكرة وهي من الشيطان، ورفض فعل خالد وهو سيف الله المسلول. خالد الوليد لما قتل ذلك الرجل وقال قتلت وقد قال لا إله إلا الله وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، رفض الفكرة من رجل من أهم رجالات الإسلام. فيه ما هي حبا في الشيطان وليست بغضا في خالد بن الوليد، ولكن إنما الرسول كان يذهب مع من؟ مع الفكرة الحق، والفكرة الحق قد تأتي من فلان وقد تأتي من فلان، والفكرة الخطأ قد تأتي من فلان وقد تأتي من فلان. فلا تكون لا تؤجر عقلك لأحد، شوف الفكرة صح خذها. حال حين إحنا نحكي لنا شوي، الكلام اللي أنا أنت اقتنعت فيه وشايف أنه صح خذه، الكلام اللي أنا كلامي خطأ وكلامي ما أعجبك أو مش منطقي أو ما دخل رأسك أو تشوف أنه خطأ، يعني ارميه كما ترمي منديل الورق في سلة المهملات وانت مرتاح. ولذلك الإمام كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. الاسم الكريم محمد القحطاني. نعم. طالب قانون. هل أنا أريد أن أسأل وجه سؤال، هل في أناس يعني يحاربون يعني يتطرفون باسم محاربة التطرف؟ نعم. والسؤال الآخر، هل ممكن في بعض الأفكار التي تكون معتدلة، يعني زي مثلا لما تنظر بعض الأفكار زي مثلا الماركسية مثلا أو بعض الأفكار كانت في بداياتها هدفها نبيل أو هدفها ثم في الأخير تحولت إلى فكر متطرف، فهل كيف أن أو كيف أن هذه الفكرة من فكرة معتدلة تتحول إلى فكرة متطرفة؟ نعم. السؤال الأول طبعا جوابي هو نعم، هناك تطرف في مكافحة التطرف، يجب أن يكون هناك اعتدال في كل شيء في مسار الحياة. ولذلك أنا أعتقد أنه هذا الوقت هو لحظة تاريخية يجب علينا استغلالها جميعا. الأمير محمد بن سلمان لما جاء في نيوم وأعلن إعلان شهير قال أننا لن نضيع 30 سنة أخرى في التطرف، وقال أنه يجب، يعني هذه رسالة واضحة إلى الاتجاه إلى دولة الاعتدال. هو يقول ترانا نبنصير
دولة معتدلة على المسار الاجتماعي وعلى المسار الديني. الآن في هذا هو وقت المعتدلين، يجب أن كل منارة للاعتدال أن توقد ما دام في فرصة وفي رغبة سياسية على أعلى المستويات، لأن نكافح التطرف وأن نكون دولة الاعتدال. لأنه حنا صراحة يعني لاحظ معي في 30 سنة، في عام 79 جت إيران، 80 هو 1400 احتل الحرم. أحد يقدر يصدق أن الحرم ما يصلى فيه؟ شكرا. لأنه فيه ناس تدبح. بعدين جانا تفجيرات في العلية وفي الخبر ما كنا نستوعب. صحيح. شباب صاروا تكفيريين لما راحوا في أفغانستان. 11 سبتمبر كم شاب سعودي في الطيارات. فصرنا في أسوأ مراحلنا أمام العالم، أننا إحنا ناس متطرفين وناس نقتل الأبرياء وناس، والتفجيرات اللي في الحمراء صارت 2003، والقصص اللي صارت في شوارع الرياض والقتل في الخبر وغيرها في 2004. يعني كل هذا السيناريو هو ما دفع الأمير محمد بن سلمان إلى أن يقول أنا للتطرف أن ينتهي، وآنت الآن أو دقت ساعة الاعتدال الآن. فهي فرصة للمعتدلين إلى أن يبادروا بمشاريعهم وطروحاتهم وأفكارهم لتغطية الفراغ الذي ممكن أن يسحب من تحت يد التطرف. كيف الواحد ممكن يكون معتدل أو مؤمن فكرياً في وسط هالمعمعة من تداول الأفكار؟ لأن تعرف السعودية في النهاية هي دولة منفتحة، السعوديين يسافرون كثيراً ويستقبلون ويتفاعلون في وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل ذلك هم يعني من أكثر الناس اللي يشوفون الفضائيات اللي تأتي من خارج السعودية، فهو يتداول الكثير من الأفكار. طيب الآن السعودي في تركيبته وطريقة تفكيره كيف ممكن يكون مؤمن فكرياً، وهل يجب عليه أن يكون مؤمن فكرياً أصلاً؟ الخطورة اللي قاعدة تصير شيء يسمونه الإغلاق المعرفي. وش هو الإغلاق المعرفي؟ اللي هو الأجوبة اللي ما تحسب، ما يلقى لها الواحد جواب. في أسئلة ما هي محسومة، ما هي معروفة. الحين الصغار ليش هو يعني فكرة التطرف والموت والانتحار، مش الانتحار اللي هو يفجر في نفسه مثلا ويذهب إلى الجنة مباشرة، ليش هذه فكرة تجذبه؟ لأنه يريد حسم المستقبل، يبي يعرف المستقبل وش عليه، أبي أعرف أنا وش أنا عليه. فهو لما يموت يحس أنه خلاص عارف، أموت جنة انتهينا. لأنه أسئلة الحياة اليقين التام في المعرفة ما وصل إليه. وهنا تأتي يعني أنا أعتبر أنه المفكرين في المملكة العربية السعودية تحديدا قصروا كثيرا 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 في طرح الأسئلة الصحيحة وفي طرح الخيارات في الأجوبة ومحاولة فك هذه الأزمة اللي هي الانغلاق المعرفي ضد الشباب. يعني يجي واحد عنده إلحاد، شبهة إلحاد، يروح للشيخ ويسأله عن هذه الشبهة مثلا، يقول له استغفر الله هذه وسوسة شيطان. هذه استغفر الله صحيح، نستغفر الله وسوسة، لكن هذه لا تكفي، هذه الحالة لا تكفي، هذه الأجوبة لا تكفي. وقال أخوي عبد المحسن إحنا نسافر ونروح ونجي، ترى اللي يروح ويجي ما هي بعلامة خطأ، ما هي بعلامة خوف. أهم ميزة من مو بإحنا تكلمنا عن التطرف، وش ضد التطرف؟ الاعتدال. وش هو أهم ميزة للاعتدال؟ أنت قبل شوي قلنا لك اختبر نفسك، كنت متطرف ولا لا؟ طيب نبي اختبر نفسك، كنت معتدل ولا لا؟ كيف اختبر نفسي أنا معتدل ولا لا؟ في التعايش، اللي هو تقبل الآخر، التعايش. بعض الناس يخاف من مفهوم التعايش. ليش تخاف؟ يظن أن التعايش هو الذوبان في الآخر. لا، ترى التعايش مو معناته أنه أنت تترك رأيك. التعايش معناته أن لا تجبر الآخرين على رأيك، تمسك في رأيك بس لا تجبر الآخرين على رأيك. التعايش ليس معناته أن تكون ضعيف. التعايش هو فن استثمار المشترك اللي بيننا، كيف نستثمره حتى نعيش. مو بالرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي؟ تعايش. يعني هو ترى الرسول ما ترك درعه، ما مات وترك درعه مرهون ناسي. هي رسالة انه حتى اخر لحظة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل ويتعايش مع اليهود. التعايش معناته قطع ثابتة
في مواقفها ولكن بينها مياه جارية. هذا هو التعايش. اسأل نفسك هل أنت تعايش مع أفكار الآخرين ومع الشعوب الأخرى ومع الناس الآخرين ومع الدول الأخرى؟ إذا أنت عندك تعايش عالي مع الآخرين أنت في طريقك إلى الاعتدال وفيك سمة الاعتدال. إذا كان عندك مشكلة في التعايش تحتاج إلى أن تعيد النظر لأنك تحتاج أن تقترب أكثر إلى الاعتدال. سؤال أو مداخلة من الأخ اللي بيعرف على اسمه قبل، تفضل. عبد الله رزحان، أنا عندي بس المداخلة في جزئية الاستشراف المستقبل. أنت عارف أن الاستشراف طبعاً هو اللي هو ضد التسويف. فالتسويف عندنا الآن يمكن هي، أنا بعرف بس خطورة التسويف في اكتشاف البذرة. فأغلب الآباء يعني ممكن أنه هو يكتشف البذرة هذه بس يسوف فتكبر. أنا أبغى أعرف بس دور من هو دور الجهة المعنية اللي تنمي مهارة الاستشراف عندنا. هو أول شيء يعني البيت الآمن، البيت الصحي، هو اللي طلع لنا أطفال ومراهقين عندهم حصانة ضد هذه الأشياء وعندهم نزعة إلى الاعتدال وبعد عن التطرف. البيت هو المكان رقم واحد. يعني قبل شوي إحنا لما تكلمنا عن حادثة التوأم قلت لك إنه التوأم كان بحاجة إلى الانتماء إلى فكرة، الانتماء إلى معنى. أنا كأب يجب أن يخلق حالة المعنى عند الابن أو البنت، لازم أخليه يحس بمعنى ينتمي له، يدافع عنه ويتلذذ به. وهذا المعنى قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ليس شيء محدد. أخلق له مزيد من المعاني الإيجابية التي يستطيع أن ينتمي لها. اثنين، حاول أن لا تكون حادا في آرائك في معادات الآخرين. تكون متقبل الآخرين، والآخرين يجون والآخرين يروحون. وأنت لما تسافر، لأنه أنا شفت ناس في قمة الاعتدال لم يخرجوا من المملكة يوما، وشفت ناس في قمة التطرف وداروا كل أماكن العالم. لأنه إذا رأسك مقفل مهما رحت وجيت، طريقة تفكيرك، ولأنها طريقة تفكير. لكن في البيت لما تصير التسامح، الانفتاح، أنه لما يجيب فكرة واحد فكرة غريبة أو لا تنتمون لها أو معارضين لها، أنه تناقشها بأريحية. الحين بعض البنات مثلا قد تكون عندها فكرة الأب ما يتحمل هذه الفكرة، فعلى طول يشذب ويقفل الباب. مو صح، ما بصح، لا أخذوا خلوا يتكلم، خلوا الإقناع بينكم. علمهم أنهم لا تحسموا قناعاتكم بسرعة. حط نفسك فهلة من التفكير. دائما لو هو يجاوب بسرعة، دائما كل شيء يعرفه وكل شيء عنده رأي وجاهز. ما يعلم أبنائه أنه والله أنا ما عندي رأي متأكد منه في هالمسألة، بس حلو أنك أنت قلتي لي هالكلام، فرصة أنه نفكر سوا. هذا الكلام مش موجود. لما يجيك الولد ويندفع بفكرة معينة أو عنده قناعة عرض الأب، ياخذها أنه وراك ما احترمتني تقولك هالكلام في وجهي. لا، هي مش قضية احترام. من قمة التربية أن تقول لابنك والله كلامك صح، وترى على الفكرة من يوم صغير مو من يوم كبير. أنا بذكر لك موقف طريف صار لي مع بنتي صغيرة. جاني مرة، كنت أنا منتظر مادة مهمة على سيدي، وكنت منتظرها وراحت وجت وضاعت، وبعدين وصلت في أحد شركات النقل هذه، فكنت منتظرها عند مطعم. وينك؟ ألو أنا عند ماكدونالدز، تعال. فوصل فعطاني العامل هذا حق التوصيل، عطانيها وكانت في كرتون مناديل ومغلفة تغليف كذا. أنا شلت الكرتون، رميت الكرتون في الشارع، ما رميته في سلة المهملات ولا حطيت في السيارة. من العجلة قلت الذوق ذيك اللحظة أنه أنا رميته في الشارع. فكانت بنتي جنبي قالت لي بابا وين رميت الكرتون؟ فجيت أنا وقلت أنا في زبالة، يعني أنا برجع لنفسي شوي. قالت لا يا بابا أنت رميته في الشارع. فأنا جيت وقلت صح عليكي، أنت صح وأنا خطأ، وأشيل الكرتون هذا وأنا أحقر من إبليس يوم عرفة، وأذهب إلى سلة المهملات البعيدة وأرميه وأرجع وأقول له شكرا أنت صح. أنا في هذا الموقف، هي صعب على الأب أنه يطلع غلط، هو القدوة والكبير، بس أنا علشان أزرع فيها قضية الحوار،
أزرع فيها الفكرة الصح والخطأ، أزرع فيها أنه الخطأ الصح مربوط بالصح مو بالشخص، يجب أن أفعل هذا التصرف. فهي تبدأ من الأعمار الأولى، ما هو بس إذا منه جاب لك شيء صدمك قالك والله والله إن القاعدة رجال ها تفطن، ولا قالت لك بنتك، قد تكون أيضا الفكرة تراها منحرفة بالاتجاه الآخر، اتجاه تحرر مثلا، قد تقول لك بنتك مثلا والله أنا أبغى أشيل الحجاب وأدرس برا الحالي، وتجيب لك 7-8 شغلات أنت السلم حقك والمجتمع ذا ما أنت بقابلها فتنتفض. هي مش هذا وقتها، هذه نتيجة لسنين راحت قبل. البداية من 2-3 سنوات تبدأ. تعرفنا على اسمك؟ السلام عليكم. السلام. موسى الموينع. أنا لاحظ الإعلام ما حارب قضية التطرف، ما أشوف يعني في أكثر المواقع مثلا التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزيونية حاربوا مثلا أو بيّنوا التطرف كيف إن أضراره وعلى المجتمع. شكرا. كلامك يعني هو مش بحاول، بس خليني أقول شغلة، هم محاولين بس صراحة مقصرين. هل أنت تقول إن وسائل التواصل الاجتماعي هي إعلام؟ لأنه يلومون الإعلام يقولون على طول تويتر، فهل هو؟ لا إعلام؟ هو إعلام اجتماعي، لكن هو يتكلم عن الإعلام التقليدي. هو التقليدي أو التواصل الإعلامي الجديد، يعني هي الآن مؤثرة تويتر إنستغرام. لا يعني مؤثرة. الجهود التي تبذل في مكافحة التطرف ليست كافية، وحتى لما قال الأمير محمد موضوع الاعتدال كنت أتأمل أن يكون الجهود أكبر من الناس ومن المؤسسات ومن يعني أن تكون هذه الفكرة تفعل بشكل أكبر، وهذا المطلوب الآن. هذا إيه؟ تقوم فيه الجامعات الآن على يعني فكرة المشروع ذا مثلا لما مثلا هذه الندوات مثلا الأمن الفكري أو أي مشروع لمكافحة التطرف وزرع ثقافة الاعتدال، لأن الموضوع مهم مشكلة وتركوها، لا إحنا نريد أن يكون الاعتدال نموذج حياة سلوك طبع، هذا اللي نطمح له. طيب اللي جنبي عنده سؤال الأخ يعني واسطة جنبي على طول، تفضل بس الاسم الكريم. يا أهلا وسهلا، شرفتنا اليوم معك المحاضر زياد السلطان من سنة تحضيرية من الجامعة. أشكرك على تحت فرصة لنا وجلوس معك والاستفادة من عندك، بس عندي نقطة دائما أشوفها ولاحظها أنه قضية معالجة التطرف بالتطرف. يعني عندنا في الإعلام السعودي للأسف أنه يعالج التطرف بتطرف آخر، فهذه أحس أنه عقبة وتنتج نتائج أخرى بسبب التطرف العكسي هذا. يعني المتطرف يعالج كل القضايا بتطرف سواء إرهاب ولا غير إرهاب، هذه مشكلة. ولذلك أنا ما راح أتعلق على أنه خطأ من يعني التطرف في معالجة التطرف، الإرهاب في معالجة الإرهاب، إحنا نروح للمشكلة نفسها. المشكلة هي التطرف، نريد أن نتخلص من التطرف ونتحول إلى الاعتدال. إذا سوينا كذا هناك كل التيارات سوف يخف فيها المتطرفون ويكثر فيها المعتدلون، كل الفئات سيخف فيها المتطرفون ويكثر فيها المعتدلون، وهذا ما نطمح له، أن يكون كافة الأطياف، كافة الأفكار، كافة القبائل، كافة الرجال والنساء، المناطق، أن تكون ثقافة عامة، ما هي بس في ملف مكافحة التطرف، في كل شيء. يعني حتى القضايا، أنت الآن في الرياضة، في الصحة، في الاقتصاد، كل القضايا يجب أن تعالج الأشياء باعتدال بدون تطرف. في مداخلة هنا بس عشان نعطي أكبر قدر من الناس، وإحنا راح نقترب من ختام الجلسة بعد شوي. السلام عليكم، أحمد المايق، مساك الله بالخير أستاذ عبد الله، ويا أهلا وسهلا. أنا أقول التطرف مشكلتين، هو المشكلة أن أول ظهور التطرف التأخر الإعلامي في إظهار فكرة التطرف والحماية منه، والمشكلة الثانية هي مشكلة البيت ما أسس الطفل على محاربة هذه الأشياء وعلى إظهار الحق وإظهار الباطل والطريق الصحيح والطريق الخاطئ، يترك الطفل لين ينحرف وثم يحاول معالجته. فمن الأول الأساس أنه يعلم الطفل كيف يحميه من هذه الأشياء قبل أن يقع في هذه المشكلة ولا يقدر أنه يحميه فيما بعد. وثانيا مشكلة انغلاق، البعض ينغلق على الطفل، فالطفل يحاول أي طريق يتطرف من خلاله يتحرر من هذا المنزل أو من هذه الأفكار داخل المنزل، فتحصل أنه يدور أي شيء علشان بس يطلع. طيب. أتفق معك في الكلام اللي قلته، بس أؤكد على شيء،
حنا مع أطفالنا ومع عيالنا ومع بناتنا نهتم دائما بالنتيجة، يعني الرأي اللي يقوله هالولد أو الرأي اللي يقوله البنت ونحاكمه عليه، وهذا ترى مو صح. أنت يجب أن تحاكمه بطريقة تفكيره كيف وصل إلى هذه النتيجة. ترى يصل نتيجة خطأ ويفكر صح أحسن لك من أنه يصل نتيجة صح ويفكر بطريقة خطأ. طيب مداخلة، تفضل اسم الكريم، تشغل الميكروفون الله يخليك. السلام عليكم، فراج الشمري. سؤالي، إذا الكثير من الشعب أو البعض من قبل كان متطرف، أنا معك أن التطرف يبدأ من الشخص نفسه، لكن من اللي زرع هالبذرة؟ وحنا شعب أغلبنا تربينا على الدين. أنا أرجع وأقول لك أنه الدين من وجهة نظري ما له علاقة، لأنه هناك متطرفون في الإسلام ومتطرفون في المسيحية ومتطرفون في البوذية وفي الهندوسية، فالدين ما هو سبب من أسباب التطرف. حتى أن الله تعالى قال يعني جعلناكم أمة وسط، يعني شعار الإسلام هو الوسطية والاعتدال. لكن أنا ما بيك تفهم مني أنه إحنا ترى شعب متطرف، أنا ما قلت كذا. ترى أنا أقول سؤال كل واحد منا يسأل، هل في داخلك متطرف صغير؟ يجب أن تتأكد من ذلك، ثم تحاول إذا عندك مشاكل في جزئيات معينة أن تقضي عليه وهو صغير قبل أن يكبر. أنت بالداخل معي؟ أي نعم، التطرف كان موجود هو من قبل، معناته أنها كان في بذرة موجودة. إيه؟ البذرة هذه من اللي زرعها؟ هل هو الإعلام؟ هل هو التدريس؟ لا لا، سمات شخصية، هي في سمات شخصية ترى، يعني هي موجودة في الأساس عندك أحيانا، هي موجودة عند البعض وبعض لا، مثل حار بارد عصبي ما هو بعصبي، أحيانا قد تكون هذه موجودة، لكن البيئة قد تعزز من هذه الأشياء وتكبرها. ونبدأ بالمداخلة ما قبل الأخيرة، تفضل. طيب آخر سؤال بالنسبة لي، تمام، العدالة تمام ما بين التيارات داخل السعودية هي من صنعت التطرف، تمام. الآن التيار الليبرالي أصبح متطرف بمحاربته للتطرف الإسلامي، سمعنا في الفترة الأخيرة مطالبة بإغلاق المساجد، مطالبة بخفض أو إغلاق صوت الأذان، تمام. ما أدري الجهات الحكومية تمام تأخذ هذا التطرف الليبرالي والإسلامي المتشدد بنفس المنظار. كل التيارات سواء في المملكة ولا في برا المملكة فيها معتدلون وفيها متطرفون، من الظلم أنك تقول هذول المتطرفون الكذا أو هذول المتطرفون الليبراليين أو المتطرفون الإسلاميين، أو لأنه إحنا شفنا مجتمع متدين ترى، والإسلام يعني شفت ترى الحرامي وهو يسرق يقول الله يستر، إحنا شعب معجوم في الدين ترى، عرفت يعني هذه الفكرة، فكرة الدين إحنا شعب متدين في السعودية بنهاية المطاف، ففكرة من الصعب أنه تنزع الدين عن حياة السعوديين، صعب يعني. أنت بلاد الحرمين، وحتى بدون بلاد الحرمين أنت هذه هي ثقافة الشعب في النهاية. أي. لا يا لكن هي وجهة نظر في النهاية، لكن أنا لا أريد أن أنزلق إلى حوارات قد لا أجزم في رأيي فيها ولا متأكد من رأيي فيها، لكن النقطة اللي ذكرها أنا أؤكد على أنه أي حوار بين أي مختلفين هو فرصة لمزيد من المعرفة، يعني أنت والتعايش. إذا في حوار أو فكرة جاية من شخص أنت تعتقد أنه ينتمي لتيار أنت ما يناسبك، لا تسمع إلى الفكرة بمنظور أنه اللي قالها فلان وهو اللي منتمي للتيار الفلاني، اسمع الفكرة نفسها، حلل الفكرة، هل الفكرة صحيحة ولا مش صحيحة، هل الفكرة خطأ ولا مش خطأ، هل الفكرة تحتمل أن نفكر بحلول أخرى أو ما نفكر بحلول أخرى، هل لما يكون هذا نتعامل مع الفكرة. ولذلك لو قال الفكرة فلان اللي هو مثلا من خويانا يمكن تقبلها، إذا هو من أعدائنا لا بنهاجمها، لا أنت فكر فيها كفكرة، سواء جت وقلت لك أن الشيطان ترى الرسول قبل منه الفكرة وقال صدقك وهو كذوب، معنه كذوب، وهي فرصة لمزيد من الخلق الآخر الأفكار. أنت لما تجيب فكرة وأنا أجيب فكرة ونعرضها على الشيخ، ممكن هذا يعطينا فكرة ثالثة أفضل من فكرتي وفكرتك، هو حوار الأفكار. لكن الاحتراب، حالة الاحتراب وحالة الاحتقان
الموجودة تخلينا ما نفكر بالأفكار، تخلينا نصفي الخصوم. يعني عدم الاعتدال يحارب ال. وهذا هو الشيء الذي يجب أن نفر منه. طيب من في بس عندنا مداخلات للناس اللي رفعوا يديهم. مستعجل مستعجل. ليش الحين الاسم الكريم بس؟ ناصر الأحمري. الآن الإرهاب والتطرف وصمة للإسلام. أي عملية أي شيء حصلت في الغرب مثلاً يشوفونه إذا هو مسلم على طول قالوا إرهابي. غير المسلم مختل عقلياً. ولا حاله نفسيه ولا زي اللي حصل في المدرسه الامريكيه قبل اقل من اسبوع مختل عقليا. الاسلام هو المستقصد. بعدين الارهاب والتطرف اكثر ما راح ضحيته هم الاسلام والمسلمين. طيب هم الضحيه. هذه الاشكاليه. احنا لابد حتى الاعلام من احنا ما برضه. سؤالي انا هل في تطرف حميد محمود؟ هل في تطرف حميد؟ راح نجاوب عليه. في مداخله هناك ولا لا؟ طيب انا عندي بس فقط مداخلتين هنا وهناك وراح اختم. لازم نلحق. السلام عليكم. محمد العمري. قنوات سابقه وشهيره بعض القنوات كانت تخرج لنا اشخاص متطرفين. هل ساهم الاعلام في نشر التطرف؟ طبعا هنا نرجع لفكره التعايش. التعايش قائم. اذا انا بقول مثلا الاعلام انا بجيب الصح معناته أنا نزهت نفسي أنه أنا اللي عارف الصح الحالي وبجيب الناس اللي يشبهوني بزعم احتكار الحق. الحق ما احتكره لا أنا ولا أنت ولا القناة هذه ولا القناة هذه. الناس اللي يجون كلهم معهم حق وباطل ولكن فمقل ومستكثر. فصعب أنك تيجي للقنوات وتقول لهم لا تجيبون فلان وجيبوا فلان لأنه كل واحد من اللي يطلعون عند له عليه. يعني أنت اليوم أي شخص ظهر في الإعلام تستطيع أنت أن تنسفه بفكرة سيئة وتستطيع أن تمجده بفكرة جيدة وتلقى عنده زين وشين كل الناس. لكن أنا لا أريد أن أقول التحدي ليس في إغلاق منابر الإعلام. التحدي في زرع الوعي في الناس بحيث أن الفكرة السيئة ترفض يصير المجتمع هو الواعي. يصير المتطرف إذا طلع في منبر إعلامي بيقول فكرة سيئة المجتمع كله ضده. خلاص الحرب ليست حرب إقفال منابر. كل الناس معهم تويتر ومع ما تقدر تقفل أو حارس البوابة انتهى. ما في مكان تقول والله أنا أقدر أقفل الدنيا دي كلها. الحرب الحقيقية الآن بس في رفع وعي المجتمع بحيث أن يقبل ما يناسبه وما ينفع ويرفض ما يضر ولا يناسب. طيب احنا راح نختتم المداخلات وتعذروني جماعة. الأخ من زمان كان يرفع يده فتفضل والمايكروفون معك بس تعرف باسمك. السلام عليكم. أخوكم مطلب بالنفيسة. مطلب أنا يعني. سؤالي دائما إذا وردت كلمة تطرف تتجه إلى نوع واحد من التطرف في الغالب عند الناس مع أن التطرف كلمة كبيرة جدا يندرج تحتها عدة أمور. سؤالي هل التعايش هو الحل الوحيد لمواجهة التطرف أو أن هناك خطط وبرامج مدروسة للتعامل مع كل تطرف على حدة؟ احنا دائما إذا جت مشكلة حل التطرف نتوجه إلى المؤسسات الحكومية صح؟ ونقول المفروض الدولة تسوي لا أنا أقول لك لا. الحل يبدأ منك أنت مع نفسك. أنه أنت تحارب التطرف مع نفسك بمحاربة السمات اللي تحدثنا عنها في البداية. التعايش هو علامة صحية للاعتدال. إذا أنت عندك تعايش معناته أنت عندك اعتدال وهو الهدف اللي نبي نروح له. فالتعايش هو نتيجة. التعايش هو نتيجة للاعتدال. يعني هو زي الترمومتر. إذا أنت عندك تعايش معناته أنت وضعك زين. لكنه الوصم بنموذج معين للتطرف فعلا الإعلام ساهم في إبراز بعض المتطرفين وتحييد بعض المتطرفين. وهذا الإعلام احنا نتكلم حتى عن زي ما قال الأخ أنه الإعلام الغربي يحاول أنه يحكر ويحتكر التطرف للمسلمين فقط. وأنا قلت لك في بداية حديثي أنه التطرف ظاهرة عالمية لأنها طريقة تفكير وليست فكر. ليست فكر إسلامي ولا غير إسلامي. هي طريقة تفكير موجودة عند المسلم عند بعض المسلمين وبعض الهندوس وبعض المسيحيين وبعض اليهود وبعض كل الناس. إذن بس أشكركم قبل ما يختم تقدم. أنا أشكركم جزيلا. يعني أنا أحس أنكم احتملتموني بأكثر مما يجب لطفكم وكرم عيونكم وهذا الاستماع الجميل.
أنا ممتن كثيرا لكم وشكرا لحضوركم، وآسف أنه أخذت وقت أكثر مما أستحق، وسعيد بهالفرصة، وشكرا للجامعة الإلكترونية. الله يخليك، وإحنا سعيدين فعلا مجددا باستجابتك لهذه الدعوة وافتتاح هذه الفعاليات في الديوانية الإلكترونية لأول مرة نعملها بهالطريقة، ولأول مرة نستضيف You made history يعني مثل ما يقولون في الإنجليزي، يعني صنعت تاريخ بالنسبة لنا، فنشكرك جزيل الشكر. أن إحنا إن شاء الله راح تستمر هذه الفعاليات، يوم الأربعاء راح يكون عندنا الشاعر والناقد علي الهويريني راح يكون معنا في نفس التوقيت إن شاء الله في هالمكان. الأسبوع القادم كذلك راح يكون في عندنا ضيفين لم نعلن عنهم بعد، ترقبوا إن شاء الله الفعاليات راح يكون في كل وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على رسائل الجوال.